الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبتدي او هننهي النهارده درس نيوموثوركس. الجزء النهارده صغير جدا، ممكن ما ياخدش 5 دقايق او 10 دقايق معانا. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت لحد السيمتومز او لحد الكلينيكال بيكتشر اوف نيوموثوركس. النهارده بنتكلم واقفين على الانفستيجيشن. ايه هي الانفستيجيشن اللي ممكن تتعمل؟ اول حاجه زي ما احنا متعودين الراديولوجي، يعني الاشعه، قسم الاشعه، جزء الاشعه. وجزء الاشعه اول حاجه دايما المتاحه عندنا في اي مستشفى الشيست اكس راي، وركز في الشيست اكس راي لان ربما تكون هي الوحيده اللي موجوده عندك في المستشفى، مش كل المستشفيات فيها اشعه مقطعي. بعد كده تاني حاجه ومشخصه اكتر، يعني بتبين معظم الحاجات اللي هي السي تي شيست، وهتلاقي بقى حاجات تالتة، بقى حاجات تانية زي البلاد جازس والحاجات دي. طيب اللي هو الاي بي جي اللي هو ارتيريال بلاد جاز. بعد كده اول حاجة الراديولوجي. نتكلم الراديولوجي هنا هيبقى حاجتين، شيست اكس راي، اشعة عادية على الصدر واشعة مقطعية. اول حاجة الاشعة العادية على الصدر، الشيست اكس راي، ايه بقى اللي انت بتشوفه؟ اول حاجة تعالى نبص على طول على الاشعة بدل ما نشرح وبعد كده نروح لها، لا ما نطبق مباشرة على الأشعة. هنا أنا جايب لك 3 أنواع من الأشعة. أول أشعة، أول حاجة اللي هي اللي أنا معلم عليها دي نورمال شيست إكس راي، أشعة عادية على الصدر لبني آدم طبيعي خالص. طيب وهنا الأشعة دي نيوموثوركس، ولكنه سيمبل نيوموثوركس، يعني نيوموثوركس مش بسيط، انما هنا تنشن نيوموثوركس حاجة عنيفة جدا. طيب تعالى على البني ادم الطبيعي، ايه اللي انا اجيبه لك عشان نركز في ايه؟ اول حاجة ان القلب بيبقى تلت منه ناحية اليمين اللي هو الاتريوم اللي هو الرايت اتريوم، وتلتين ناحية الشمال. ده اول جزء. طيب تاني حاجة عايزك تبص على البرونكو فاسكولار ماركر ماركينج. ايه يعني ايه البرونكو فاسكولار ماركينج؟ من الكلمه برونكو يعني جزء من الرئه، وفاسكولار يعني اوعيه دمويه، يعني عباره عن برونكاي واوعيه دمويه. لما بتمشي في الرئه بتعمل شخبطه، لو ركزت هتلاقي في شخبطه كانك جايب قلم ابيض ومشخبط في الفراغ الاسود بتاع الرئه. طيب خلي بالك لان الشخبطه دي اسمها برونكو فاسكولار ماركينج، وده هتبقى ليها دلاله عندنا. تالت حاجة عايز اقول لك ايه؟ اقول لك ركز في ان خلي بالك ان في حاجة اسمها الحجاب الحاجز، ليه حاجة اسمها رايت كوبيلا اوف ذا دايفرام وليفت كوبيلا اوف ذا دايفرام. دي الكوبيلا يعني عبارة عن قبة كده، دي كوبيلا، ليفت كوبيلا اوف ذا دايفرام، وهنا رايت كوبيلا اوف ذا دايفرام زي ما انت شايف. طيب وما بينهم هنا وما بينه وما بين الضلوع قلنا دي اسمها ليفت كوستوفرينيك انجل، وهنا الرايت كوستوفرينيك انجل. طيب ملاحظ حاجه في الكوبولا بتاعت الدايفرام؟ ملاحظ ان الرايت كوبولا اعلى شويه من الليفت كوبولا، وده منطقي. ليه؟ لان الرايت كوبولا قاعده على عضو، اكبر عضو في الانسان، اكبر واتقل عضو في الانسان، وهو الليفر على الكبد، فهي قاعدة على الليفر، فعشان كده الليفر هو اللي معليها لفوق، فعشان كده الرايت كوبل اوف ذا دايفرام دايما في الطبيعي اعلى شوية من الليفت كوبل اوف ذا دايفرام. فهمت؟ يبقى قلنا ان دي ده برونكو فاسكولار ماركنج، شخبطة دي، ودي مهمة جدا وبتبقى في البني ادم الطبيعي. وهنا ليفت كوستوفرينيك انجل، وهنا رايت كوستوفرينيك انجل، وهنا الكوبولا رايت كوبولا اوف ذا دايفرام اعلى شويه من الليفت كوبولا اوف ذا دايفرام. طب تعالى هنا للنيوموثوركس. ايه اهم حاجه بتحدث في النيوموثوركس؟ اهم حاجه بتحدث في النيوموثوركس انك اول حاجه تلاقي جزء لونه اسود، اسود يعني جيت بلاك، جيت يعني اسود، جيت بلاك يعني اسود كحل، اسود اسود يعني جيت بلاك. يبقى منطقة من الجيت بلاك يعني معناها ايه لما قلنا اسود؟ اسود يعني مش فيها شخبطة، يعني بتفتقد او ما فيهاش البرونكو فاسكولار ماركينج. زي هنا، تعالى هنا بص هتلاقي فيه هنا شخبطة في الرايت لانك،
تعالى على الليفت لانج، في من الجزء اللي تحت فيه شخبطه البرونكو فاسكولار، ولكن في دايره اهي، الدايره دي لا تحتوي على اي برونكو فاسكولار ماركينج، ومتحدده انها دايره. متحدده ليه؟ لان يقول لك ان الفيسرال بلورا تبدا تبان في نيوموثوركس. الفيسرال بلورا في الطبيعي انها ما بتبانش، هنا بدات تبان، فعشان كده عملت لك شكل مجسم بيضاوي. طيب يبقى هنا سيمبل نيوموثوركس، حته دايره بليب اهيت، بليب يعني دايره بتفتقد، ما فيهاش نو برونكو فاسكولار ماركينج، يعني المنطقه جيت بلاك. طيب انما لو المنطقه دي كبرت جدا بقى اصبحت اسمها تنشن نيوموثوركس. لو جيت على الليفت لانج هنا في البني ادم ده هتلاقي الليفت لانج فيه برونكو فاسكولار ماركينج، انما تعالى هنا ما فيهاش اي برونكو فاسكولار ماركينج، جيت بلاك سودا جدا. ولو ركزت هتلاقي فيه خط فاصل اهو، الخط الفاصل ده يعبر عن الفيسرال بلورا. يبقى الفيسرال بلورا اول مره تظهر في نيوموثوركس بتظهر، وما بعدها بيبقى هواء جيت بلاك. يبقى ادي خط فاصل اسمه فيسرال بلورا وبعد كده جيت بلاك. طيب ايه ممكن يحدث تاني؟ لاحظت حاجه هنا، لاحظت ان الجزء اللي فيه تنشن نيوموثوركس، الجزء اللانج الرايت لانج اللي فيه تنشن نيوموثوركس، خلت الرايت كوبلا اوف ذا فريم تحت، بل انها زقتها لتحت، خلتها اوطى حتى من الليفت كوبلا، واحنا قلنا الطبيعي انها تبقى اعلى من الليفت كوبلا. يبقى تاني علامه في الاكس راي ان هيحدث اول حاجه ديستينكت، تعال ما تيجي نقراهم، اول حاجه ديستينكت فيسرال بلورال لاين اهو، ديستينكت فيسرال بلورال لاين، وبعد كده قال لك واللي وراه هيبقى ابسنس اوف ذا لانج ماركينج اوتسايد ذا لاين، يعني ما بعد الخط، خارج الخط اللي هو ده، هيبقى absence of bronco vascular markings. ماشي. collapsed lung. الحته، شايف الحته الشخبطه دي؟ بص ده التنشن نيوموثوركس اللي هو جيت بلاك. شايف الحته الشخبطه دي؟ ديت بقت اللانك. اللانج اتكمشت على نفسها وبقت جزء صغير جدا، بقى collapsed lung. فعشان كده احنا قلنا بيعمل obstructive shock، يعني hypotension او شوك. طيب هتلاقي ديبريست كوبلا اوف ذا فريم، لقيناه اهو ديبريست كوبلا اوف ذا فريم. في ساين بقى مهمه جدا اسمها ديب سالكس ساين، يعني احنا قلنا هنا الكوستوفرينيك انجل، بس خلي بالك شايف هنا مثلا في البني ادم الطبيعي الكوستوفرينيك انجل في انجل ولكن مش غويطه قوي، انما لما بتبقى غويطه قوي ديب قوي ونازله لتحت بنسميها ديب سالكس ساين. ديب سالكس ساين دي بتبقى نتيجة ان الهواء بياخد الانجل لتحت ويخليها اوسع واعمق، فبيخليها حفرة كبيرة كده. الساين دي اسمها ديب سالكس ساين. طيب وميديا سلاينال شيفت تو ذا اوبوزيت سايد، يعني هنا تنشن نيوموثوركس، لو بصيت على جزء التراكية هتلاقيه رايح الناحية دي. ايه الدليل؟ تعالى كده بص، جزء التراكية اللون الباهت ده، الانبوبة دي التراكية، وفي هنا تراكية بس هنا واضح قوي هنا تراكية. بص هنا التراكية انا شايفها بس مش عارف انت شايفها لا، هي ماشية كده وبعد كده في انبوبة اهي انا عاملها، وبعد كده راح تروح ناحية الشمال. طب معنى كده ان ايه؟ ان الرايت تنشن نيوموثوراك زقها تو ذا اوبوزيت سايد، زقها الناحية الشمال. طيب تاني حاجة يا جماعة الأشعة المقطعية السي تي شيست، يبقى احنا عرفنا الاكس راي بنشوف فيها ايه. تاني حاجة السي تي شيست، السي تي شيست زي ما هو واضح، ادي الرايت لانج اهيت، الرايت لانج خلاص الأشعة المقطعية بتاعت اللانج، ادي الرايت لانج، هتلاقي اللانج اهيت كولابست نتيجة تنشن نيوموثوركس، منطقة من الجيت بلاك اسود غامق اوي، الجيت بلاك وما فيهوش اي برونكو فاسكولار ماركينج، كحل اسود يعني، وبعد كده عمل كولابس
اللنج، فمعنى ده ان ده رايت تنشن نيوموثوركس. بعد كده طبعا بص، اي مشكله في الشيست دايما بناخد حاجه اسمها في الاستقبال اسمها عينه شريانيه ارتيريال بلاد جازس، فهتلاقي فيها هايبوكسيميا يعني نقص في البي او 2، نقص في الاكسجين، وهايبو كابنيا، كابنيا باللغه اللاتينيه معناها ثاني اكسيد الكربون سي او 2، يعني هايبو كابنيا يعني ديكريز للبي سي او 2 في الاي بي جي. بعد كده ايه هي ايه هو اللي تريتمنت؟ قال لك اللي تريتمنت بيقول لك ان هو بيعتمد على السيفيريتي اوف نيومو سوركس، بيعتمد على السيفيريتي اوف نيومو سورك، وبعد كده وبيعتمد على المسبب للنيومو سوركس، لان قلنا ان في بعض الانواع بتبقى سكندري، فتعالج السبب برضو. يعني لو نيومو سوركس بسبب مثلا ايا كان سي او بي دي، وقف تدخين وعالج السي او بي دي والحاجات دي هتفرق معانا طبعا. يعني لو بسبب لانج ابسس، لو بسبب حاجات كتير لازم تعالج الاندرلاين كوز. قال لك سمول نيوموثوركس، يعني والسمول نيوموثوركس قال لك ده بيبقى اقل من 20% من الهيمي ثوركس. هيمي يعني نصف ثوركس عن صدر، يعني قصده نصف الصدر بيبقى اللانج، يعني اقل من 20% من اللانج. فيعني مثلا لو جيت بصيت هنا هتلاقي حوالي 20%، يعني تقريبا 20% او اكبر شوية، يعني ده مش سمول، ممكن يبقى ده مودريت مثلا يعني، انما هنا لا اكتر من 20%. شايف حجمه قد ايه بالنسبة؟ لا ده واخد اكتر من 50%، فده مش مايلد خالص يعني. فقال لك السمول نيوموثوركس اقل من 20% اوف هيمي ثوركس، ده طبعا بيقول لك ان ده يعني ريزولف سبونتينيوس اللي بيخف لوحده. ولما تلاقي حاجه زي كده اديله سيمتوماتيك تريتمنت. يعني ايه سيمتوماتيك؟ يعني العيان مثلا عنده شيست بين اديله مسكن، العيان عنده دراي كوف اديله حاجه للكحه، هو ده السيمتوماتيك تريتمنت. طيب قال لك انتركوستال تيوب درينج، وده بتتحط اندر ووتر سيل، يعني انت هتركب، هو فيه هوا جوه اللنج صح؟ طيب انت هتركب خرطوم، فكرة الانتركوستال تيوب لما ده في حالات السيفير طبعا، انت عايز تسحب الهواء اللي جوه اللنج، فلازم توصل خرطوم، بس الخرطوم ده نازل في انبوبة، الانبوبة فيها مية. ليه؟ عشان المية بتمنع عودة الاير مرة اخرى الى اللنج، يعني الاير بيتحبس جوه السائل اللي بيخش فيه في الانبوبة ما يرجعش تاني لللنج. وده فيديو توضيحي على الشيست تيوب. بص بقى، الشيست تيوب بتتركب في الميد اكزيلري لاين، والميد اكزيلري لاين ده في غالبا في الضلع الرابع في الانتركوستال سبيس الرابع، وهيقول لك اوعى تنزل تحت الرابع او اوعى تنزل تحت الخامس، ممكن يعني نادرا لما يعملها الخامس، بس اوعى تنزل تحت الخامس لانها تصيب الاعضاء الحيويه، انها ممكن تضرب الحجاب الحاجز، الابره تعور الدافرام او تعور السبلين او تعور الاستومك. طيب وهو هنا رسم مثلث طبعا، يعني قال لك العضله الاماميه ده بكتوراليز ميجور، والعضلة اللي ورا تيريز ميجور، يعني حاجات بتاعت اناتومي. المهم المثلث انك في الميد اكزيلري لاين بيستعرض ادواته، مش مهم الادوات دلوقتي، المهم الفكرة. بيبدأ يعد طلوع اهوت، ده اول ضلع يحسه هيبقى التالت، خلي بالك لان ده في الاكزيلا مش هيحس التاني، اول ضلع يحسه اول انتركوستال سبيس هيبقى التالت، هيدخل في الفورس انتركوستال سبيس، دخل في الميد اكزيلر لاين في الرابع انتركوستال سبيس، وحقن لوكال انستيزيا، بيحقن ليدوكين عشان تخدير موضعي، وبعد كده هيدخل الانتركوستال تيوب اهيت، وهيوصل الانتركوستال تيوب، هيوصلها بالأنبوبة اللي فيها ووتر سيل، يعني فيها سائل. هتشوف مفروض يجيب شكل الأنبوبة فين، عايز اختصارا للموضوع بيخيط طبعا ويثبت،
بس انا كان نفسي اوريكو الووتر سيل طبعا، وبيعمل يعني بتاعه بيعمل اكس راي بعد العملية، بس مش عارف هو جاب الووتر سيل ولا لا. يعني لازم الانبوبة تبقى راكبة في فلويد. المهم هو ما جابش هو طبعا الخرطوم هو واصل لي هتلاقي الجيركن كده او هتلاقي لكونتينر، الكونتينر ده فيه فلويد، يعني لازم ينزل على فلويد، الهواء اللي بتفضى ده ينزل جوه فلويد اندر ووتر سيل. ما جابوش طبعا، بس بالتوفيق يا جماعة، وان شاء الله المرة اللي جاية تبقى مهمة جدا ان احنا نتكلم في موضوع النمونيا. بالتوفيق، عايزين تشير للحلقات على جروبات الدفعة. مع السلامة يا جماعة.